نوجدوا ببولفار مولاي سليمان. كما كتعرفوا هذا شارع مهم ديال مدينه الدار البيضاء اللي كيعرف واحد 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 السيركيلاسيون مهمه ديال السيارات وديال الشاحنات الكبرى. وهذه النقطه هذه ايضا معروفه بانها كاين فيها القنطره ديال لوني، وفيها واحد الباساج من تحت منها اللي هو المستوى ديالو هابط بالنسبه للمستوى العادي. دوك من الطبيعي انه الامطار ديال والماء ديال الشتاء كيتجمع لينا في هذه المنطقه هذه. اللي حدث في هاد الايام الاخيره منذ يوم الثلاثاء 5 جانفي هو انه الكميه ديال التساقطات كانت مهمه جدا وتفوق بكثير مستوى المعدل اليومي والسنوي ديال هطول الامطار. اذا في هذه النقطه اللي كيوقع هو انه هذاك الشتاء الكثيره القنوات ما يمكنش لها تستوعب هذاك الماء الكثير وتبقى وحده. من الضروري خصها الوقت، هذاك الوقت هو فاش كتجمع فيه الماء، وحنا ما كنتسناوش ان هذا الشيء يوقع. حنا هذا الشيء كنعرفوا عن طريق الارصاد الجويه بانه خصنا نستعدوا لهذا الشيء. ملي كنعرفوا سقوط امطار غادي يفوت واحد المستوى كنعبئوا جميع الامكانيات اللي عندنا البشريه وكذلك الاليات والشاحنات وكنحطوهم في هذه النقط هذو. هذا مثال من الامثله ديال النقط اللي هما هابطين وكيقدروا يكون فيهم بحال هذا الشيء، واللي هكا جميع هاد النقط كنعبئوا فيهم هاد الامكانيات. الهدف من هاد الامكانيات علاش كنعبئوها؟ هما كتمكننا انه منا كنلاحظوا ان الماء كيتجمع. دوك الفرق ديالنا مع الشاحنات كيمصوا هذاك الماء وكيحيدوه باش كيخليو ان في هاد هذا ان السيركيلاسيون والسير ديال في الشارع يستمر كما هو بكل حرية وبكل انسيابية. هذا هو الهدف. احنا دابا كنتواجدوا بلوطوروت عند البوست داكوي، هذه هي النقطة اللي حنا فيها. كما كتعرفوا الطريق السريع لوطوروت ديال الدار البيضاء هو واحد المحور رئيسي ومهم بالنسبة للسير، لا بالنسبة للناس اللي كيدخلوا لمدينة الدار البيضاء ولا اللي كيخرجوا منها في اتجاه الرباط. دوك بما أن هذا المحور ديال السير هام ومهم جدا، فإن لذاك كتعبئ جميع الامكانيات من موارد بشريه وفرق التدخل السريع وكذلك الشاحنات اللي كنوجدوها هنايا باغافونس كنحطوها في هذا البوان هذا باش كتكون مستعده الا كانت الامطار شديده وكان واحد النسبه ديال المياه ديال الامطار مرتفعه. هذا الشيء اللي وقع في هذه الايام الاخيره منذ ثلاثاء 5 جانفي هو انه كميه الامطار اللي تهطلت على مدينه الدار البيضاء وخصوصا على هذه المنطقه ديال البرنوصي كانت مهمه جدا وفاقت المعدل العادي ديال هطول الامطار. دوك هذه المساله هذه حنا كنا عارفينها عن طريق الارصاد الجويه، وعلى اتساع وافون من هذا الشيء وجدنا حنا جميع الموارد البشريه وهيئنا جميع الامكانيات باش نمصوا هذاك الماء ونحيدوه وتكون التاثير على السير المينيموم والاقل ممكن. وهذا الشيء كل شيء دائما كنديروه بالتعاون مع رجال الامن اللي هما كيعاونونا على ان السير في طريق السيار يبقى يمشي بطريقه عاديه، وكذلك مع رجال السلطه الذين كذلك يساعدونا على ان السيركيلاسيون كذلك والتعامل مع هاد الامطار الخير اللي فاقت المعدل العادي في هذه الايام الاخيره.